يا منقذ، نحل مشكلة الدراع عند البنات. مشكلة دي كبيرة دي. مشكلة كبيرة جدا، وعلى فكرة بتطلب مني ان انا اسألها لك كل مرة ومش عارفة ليه. يعني حاضر ممكن يكون عايزين من الكلام يرتاحوا اكتر. حاضر. هي مشكلة البنات كلها في حاجتين، ذراعين والأرداف والبطن. والبطن بس دي اهم طبعا حاجة. موجود عند البنات بالذات بعد الولادات والكلام ده كله. اوكي. لكن لما اتكلم كتغير هرمونات يا فندم، لا، البطن قصدي الذراعين والأرداف بيبقى فيهم تجمع دهون ودهون ثلاثية معقدة. فدايما البنات يقول لك يا دكتور احنا خسينا كويس جدا بس الذراعين والارداف زي ما هم. لا يا فندم، في اجهزه نحت متقدمه ثلاثي او رباعي الابعاد بدون تدخل جراحي بتبدا تقلل المقاسات بتاع القطر بتاع الدراع، فيبدا ينزل تدريجي، فالشكل بيتغير ومقاسات بتقل، اللبس نفسه بيختلف فندم، وبرده باين على الصور اللي كانت موجوده معانا للبنات اللي طلعوا ان الذراعين بداوا ينزلوا نظرا للدواء الناجح والدايت مع اجهزه النحت. ما انت بتمسكهم بقى من اي تو زي يا دكتور، وبتنهي على السمنه. وانا بشكرك جدا، ودايما توصل لنا الجديد، مش بس انت توصله، لا كمان توصله والناس لنا. تسمع الكلام يا ميري اكيد.